في موضوع آخر، يبدو أن الجزائر التي تملك كل الأرضية التي تؤهلها بأن تكون قطبا سياحيا بامتياز يمكنها من إنعاش خزينتها العمومية خارج المحروقات، يبدو أنها تركت الكرة في ملعب الجارة تونس لتستثمر في هذا القطاع. المزيد مع مفادتات تلفزيون النهار إلى تونس، سلف دعماش وفوزي مسعدي. في الوقت الذي تعتبر فيه الجزائر أكبر الدول الإفريقية والعربية من حيث المساحة، لا تزال تفتقر لاستثمارات سياحية ضخمة تكون مقومة لجذب السياح المحليين والأجانب، وهي الحلقة التي اغتنمتها الجارة تونس من خلال خلق استثمارات سياحية تساهم في تطوير اقتصادها، وهو ما لمسناه من خلال جولتنا الميدانية بالمدينة المتوسطية بياسمين حمامات. على مستوى تنشيط الحركة الاقتصادية في منطقة ستاسيون بانير كالسياحة الكلاسيكية، لأن هنا نحن هنا في ستاسيون بانير، لكن الفرادة والزخرفة والإشعاع لياسمين الحمامات أنا تستقطب السياح المؤتمرة، سياحة المؤتمرات، سياحة الإقامة، سياحة الترفيه قرطاج لاند، والوفود السياحية الثقافية من جميع أنحاء العالم، الأسواق المدينة العتيقة يعني تنمي الحرف الاقتصادية والأنشطة الاقتصادية. جذب السياح يعادله جذب للعملة الصعبة، هي المعادلة التي تتجاهلها الجزائر وتستثمر فيها تونس من الباب الواسع. Et je pense que toutes les conditions sont réunies pour pouvoir justement offrir aux touristes des vacances magnifiques. On est impressionné par la qualité de l'accueil, par la beauté des paysages, et donc ça nous a donné envie d'y revenir. Bah, la Tunisie reste un pays très attractif et très accueillant, y compris le peuple. Il y a un certain professionnalisme en matière d'accueil des touristes. المدينة المتوسطية بياسمين الحمامات هي استثمار ثقافي وسياحي ضخم لمجموعة بولينا القابضة، أكبر مجمع اقتصادي خاص بالبلاد، يساهم بما يقارب بال 2% من الاقتصاد الوطني. كانت معكم سلف دعماش من باب المدينة بياسمين الحمامات لتلفزيون النهار.